السلام عليكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني المتوسط. موضوع درسنا لمادة الاجتماعيات الكورس الثاني الفصل الرابع تاريخ مكة قبل الإسلام. سيتضمن الدرس مكة، موقعها وتضاريسها ومناخها. مكة، اسم مكة أو مكرب، كلمة يمنية مكونة من مك ورب بمعنى بيت الرب أو الإله، قيل لازدحام الناس بها، وقيل إنها سميت مكة لأن العرب قبل الإسلام تقول لا يتم حجا حتى تأتي مكان الكعبة فنمك فيه أي نصفر صفيع. وقيل إن المقصود ببكة موضع البيت أي الكعبة، وبكة تعني القرية، وقيل إن بكة الكعبة والمسجد، ومكة بكة هو موضع البيت، ومكة الحرم كله. الموقع الجغرافي، أين تقع مكة جغرافيا وفلكيا؟ جغرافيا تقع مدينة مكة المكرمة في بلاد الحجاز غرب شبه الجزيرة العربية، وتحديدا على سفوح الدنيا لجبال السرات، غرب المملكة العربية السعودية حاليا. يحدها مدينة مكة من الغرب البحر الأحمر، ومن الشمال المدينة المنورة، ومن الشرق الرياض، ومن الجنوب جبال عسير. أما موقعها الفلكي فتقع، أي نقصد به الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، تقع مكة المكرمة فلكيا عند تقاطع دائرتي العرض 21 و25 درجة شمالا، وخطي طول 39 و49 درجة شرقا، وترتفع عن سطح البحر سطح الأرض بمقدار 300 متر فوق مستوى سطح البحر. تضاريس مكة، تتميز بماذا تتميز تضاريس مكة أو سطح مكة المكرمة؟ تتميز مكة المكرمة بتنوع تضاريسها وتعقد سطحها، إذ تتكون أغلبها من مجموعات من السلاسل الجبلية والتلال المرتفعة التي تتراوح ارتفاعها بين 250 إلى أكثر من 700 متر فوق مستوى سطح البحر، وتنتشر المرتفعات الجبلية على طول الأقسام الشرقية من المدينة فضلا عن الوديان والسهول والتلال، وتنقسم المناطق المحيطة بمكة والمشاعر المقدسة إلى جزئين طوليين رئيسيين موازيين للبحر الأحمر، هما الجزء الشرقي الذي يتميز بجباله الشاهقة، أما الجزء الغربي فيتكون من سهول منبسطة من سفوح المرتفعات حتى البحر الأحمر. تضم مكة مظاهر تضاريسية موجودة، مجموعات من المظاهر التضاريسية، منها جبل ثور وغار حراء الذي يقع في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة، مدينة مكة المكرمة، ثم مجموعة التلال الغربية وهي التلال الصخرية الواقعة على الجانب الآخر من وادي إبراهيم. تعريف مكة، هي مدينة تقع في بلاد الحجاز غرب شبه الجزيرة العربية، تحيط بها الجبال من جميع جهاتها، ويوجد فيها الكعبة مناخ المدينة، ما طبيعة المناخ السائد في مكة المكرمة؟ تقع مكة المكرمة ضمن المنطقة الانتقالية بين تأثيرات مناخ البحر المتوسط والمناخ الموسمي، وتتأثر المنطقة في فصل الصيف بالجهات المدارية، ويبلغ معدل الحرارة السنوي حوالي 31 درجة مئوية، وتختلف درجة الحرارة بين فصل وآخر، فقد تصل في فصل الصيف إلى 48 درجة مئوية، في حين تنخفض في فصل الشتاء إلى 18 درجة مئوية. أما الأمطار التي تسقط على مكة فهي من النوع الأمطار الصحراوية التي تتصف في الغالب بعدم الانتظام سواء في غزارتها أو أوقات سقوطها. في نهاية درسنا حفظ كل ما جاء من أسئلة ومعلومات تخص الموضوع. شكرا للمتابعة.